كلام هذا وننقل للزميل عبد الرحمن. يعني المصادر هذه او اذا كنا نقول انه تخمين، طبعا عرف عن اداره نادي الاهلي انه متى ما كان هناك دروب في الفريق يبدا هناك حراك اداري كبير، وبالتالي يرى تغييرات، تطال مثلا مدير الكوره مثلا او رئيس النادي زي ما هو مكتوب الان انه في مطالبات لعوده فهد بن خالد واستقاله احمد المرزوقي. يمكن هو قرأ الكاتب الخبر قرأ مثل هذا نقدر نقول الوضع اللي دائما ما يحدث في إدارة نادي الأهلي، فبالتالي استطاع ان هو او اراد ان يكون سباق في 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 هذا الامر او في هذا الجانب، فبالتالي كتب الخبر بناء على مصدر، طبعا مصدر غير معلوم وليس له اي وجود اصلا. فأعتقد أنه قد تكون تخمينات من نفس كاتب الخبر بأن هذه الإجراءات دائما ما تقوم فيها إدارة نادي الأهلي، فبالتالي أراد أن يستبق الحدث. فأعتقد أنه موضوع المصدر المجهول هذا يعني اختفى من زمان في 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 الصحف، ما عاد ما يكون موجود أنه ذكر مصدر وذكر مصدر. المصدر الآن لابد أنه يفصح عن نفسه، لأنه هو أعتقد أنه ما فيها أي إشكالية ولا فيها أي ضرر ولا فيها أي يعني معضلة، أن لما يقول والله قال فلان أو قال فلان أو قال فلان، إذا كان هو فعلا رجل يعتمد عليه في نقل الخبر لابد أن يكون هو رجل قادر على أنه هو يفصح عن نفسه ويتحدث بصفته الشخصية. أما عملية والله قال المصدر، فأعتقد أن الوضع بالنسبة لنا أنا من وجهة نظري من الأفضل أنه ما يناقش من الأساس في مثل هذا الأمر. طيب خبرنا الأخير.